مساء الخير، مستمرين في معاني الصور والمغزى العام من الصورة وفكرتها. النهاردة هنتكلم عن صورة البلد، صورة مكية نزلت في أوائل سنين بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. الصورة بدأت بقسم لا أقسم بهذا البلد. البلد هي مكة المكرمة، البلد اللي ربنا وصفها بأنها آمنة ومن دخله كان آمنا. وبرغم من أن دي مواصفاتها، إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام عانى فيها هو وصحابته، وأنت حل بهذا البلد. وبعدها ربنا عمم بقسم شامل، ووالد وما ولد، يعني كل والد ومولود في الحياة، يعني البشر كلهم ربنا أقسم بيهم بأن هيطبق عليهم قانون الحياة اللي هو لقد خلقنا الإنسان في كبد. كبد مش ضنك، يعني في سعي مستمر وابتلاءات وأسئلة الإنسان بيتعرض لها طول الوقت، دي طبيعة الدنيا. فمهما سعيت لاستقرار وسعادة فهو استقرار من نوع مختلف، مش هيكون من غير كبد، لأننا مش في الجنة، دي طبيعة الدنيا. وده اللي حصل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، برغم أنه في بلد آمنة ومن عيلية قومه إلى أنه عاش في كبد. السؤال المهم، إيه الحكمة من الكبد؟ وإجابة السؤال ده هي أهم مغزى للصورة، إنك تعرف بيحصل معاك كده ليه ومطالب بإيه. ربنا قال في الآيات، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. فربنا بيقول لنا خلقتكم بمواصفات معينة، وذكر ثلاث حاجات نعم ظاهرة، العينين واللسان والشفتين، هما وسائل اتصال مع الكون ووسائل تعبير، العين واللسان والشفتين للتحكم، امتى تعبر وامتى ما تعبرش، ايه اللي هيتقال منك، ده المنتج الاخير اللي بيطلع اللي جواك. وذكر نعم باطنة مهمة جدا هي وهديناه النجدين، جوه كل واحد فينا هداية عارف بيها طريق الخير وطريق الشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. عارفين الفجور من التقوى. ليه ربنا بقى مدينا الأدوات دي كلها؟ علشان ننفذ الأمر ده. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. إيه العقبة؟ هي الهوى ومقاومة النفس اللي لو قاومها فهي الإنسان هيكون اتحرر حقيقي بالله. فبعدها ربنا قال فك رقبة، إنك تحرر نفس وأولها نفسك من أهوائك ومن تعلقك بالدنيا. الرحلة دي ومقاومتك دي لحد ما تتحرر اسمها كبد، وهي دي الحكمة من الكبد في الحياة. بنسعى ونجاهد ونبذل ونقاوم حاجات كتير علشان نحرر نفسنا بالله، فلما نتحرر بنكتشف أفضل نسخة فينا. فهي رحلة تربية وتهذيب مش عذاب، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. اتختمت الصورة بآيات هي النتيجة اللي هتوصل لها لو اقتحمت العقبة وأدركت معنى الكبد. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. اتسمت صورة البلد علشان ندرك إن حقيقة معنى البلد والأمان الحقيقي مع الله وبس، وأي أمان خارجي فهو مش مضمون مصيره يزول. صورة البلد هي خلاصة لمنهج نعيش بيه.